السلام عليكم الاخوان، كيف انتم؟ ما بخير؟ مزيانين مداخمين؟ معكم الشعب الغليط الناس دليل. احنا الخضع عندنا واحد الموضوع، كنهضروا على السكينات باب تازا. السكينات باب تازا نقص الماء وكيجيها الماء على 6 ايام. واش يمكن للانسان يعيش 6 ايام بلا ماء؟ ومستحيل يعيش الانسان 6 ايام بلا ماء، هذه ما كايناش. احنا كنطلبوا من هذا الناس اللي كيراقبوا الماء ومن هذا المسؤولين 24 ساعة، ماشي مشكل يومين، هيدا كنصبروا يومين بلا ماء، ولكن من يومين فوق انتم ما جربوا على راسكم واش نعيش يومين بلا ماء. احنا غنعيشوا يومين بلا ماء، ولكن من يومين فوق الا الله يرحم الوالدين، نظموا المسائل ديالكم وقومونا بالماء. رحنا مواطنين وكنقوموكم وحنا معاكم وكنخلصوا، فهمتي؟ ما كتجي الفاتوره ديال الماء كنخلصوها، واخا كنقول 1000 دريه كنخلصوها. ايوا يومين وما عطينيش نشرب، والله يرحم الوالدين. وتشوفوا فينا، وحنا كنوصلوا هذا النداء للمسؤولين، يومين خاصو يكون الماء، واخا طلق غير زوج الساعات ديال الماء كان باش الناس يعمروا وكذا. انتم ما تعطوا الماء يومين، يومين اعطيو زوج الساعات هنا وزوج هنا وزوج هنا وزوج هنا ويا ماشي، ولكن 6 ايام هذا 6 ايام الا يقدر شي واحد يعيش 6 ايام بلا ماء يقول لنا. الا يقدر يعيش شخصيه 6 ايام بلا ماء يعيش 6 ايام بلا ماء. والله يا اخي ما كاينش شي حياه في الدنيا كيعيش 6 ايام بلا ماء، وهذا راه بشر. الله يرحم الوالدين، يومين خاصو يكون زوج الساعات للحومه. الله يرحم الوالدين. حنا ماشي كنبزو عليكم، ولكن في الامكان ديالكم تجيبوا لنا الماء، ما تهملوناش، اهتموا بنا. تحياتي للمغاربة ديالنا وتحياتي للملك ديالنا، وعاش الملك، عاش الملك، قومونا بالماء، عاش الملك. معكم الشعب الغليط، تحياتي للمغاربة ديالنا.